انفجار الرابع من آب ترك أثراً مفجعاً على كل مواطن لبناني وعلى الاقتصاد اللبناني برمته. فبعد إحصاء نقابة السيارات المستعملة والهيئة العليا للإغاثة ولجنة المسح في الجيش اللبناني، هناك 350 سيارة مستعملة تضررت بالكامل في مرفأ بيروت جراء الانفجار الرابع من آب. رئيس نقابة السيارات المستعملة إلي قزي والهيئات الاقتصادية تطالب مسؤولين مرفأ بيروت بالتعويض. نحن مشكلة اليوم بأي بور أي مرفأ بالعالم بيبقى عامل بوليس التأمين لكل شيء ضاع عنده مرفأ بأي مرفأ بالعالم. نحن مرفأ بيروت بعد لحديت هلأ ما مش عارفين إذا نحن في بوليس التأمين هي تعود ولا ما تعود. ضروري نحن مشكلتنا مع شركة التأمين اللي هي أمنتها بمرفأ بيروت، ما حدا عم بيطلع فينا ولا حدا عم بيعرف شيء، وبالنهاية تعويضات ما في، وبالنهاية مصاري ما في. حتى الهيئة العليا للإغاثة وحتى لجنة المسح بقيادة الجيش كمان هن ما عندهم أي معلومات لحديت هلا عم بتصير. صراحة نحن اليوم مشكلة إنه هل يا ترى مرفق بيروت عامل بوليس التأمين للبضاعة اللي عنده ولا لا؟ بس هذا اللي بدنا نعرفه. بعد وصلت مع ما حدا عم بيعطي جوابه. ويأتي قطاع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة في الدرجة الأولى من حيث الأكثر ضررا اقتصاديا وماليا، فهل سيتم تعويض من قبل الدولة اللبنانية؟